لازم أعزل الحمام والمطبخ ولا كفاية أعزل الحمام فقط؟ قولا واحدا، أي مكان معرض للمياه يجب عزله. حمام، مطبخ، أي مكان آخر في شقتك معرض لمياه كثيرة، معرض لاستخدامات واستعمالات مياه، يجب عزله قبل استعمال وقبل تشطيب الشقة. انت مكبرها ليه يا باش مهندس؟ ايه يعني اللي هيحصل لو تسرب شوية مية؟ ببساطة جدا، وجود المياه يعني وجود وسط نشط ومهيئ لحدوث التفاعلات. وسط نشط لحدوث تفاعلات مثل تفاعلات الأكسدة فيحدث مثلا صدأ الحديد. وسط نشط لتفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء فتحدث الكربنة. وسط نشط لتفاعل الأملاح والكلوريدات فيحدث التمليح والتزهير. صدأ حديد أي العنصر الفعال في الخرسانة المسلحة سينتهي مع الوقت، إذن ستنهار الخرسانة. كربنة يعني قلوية الخرسانة هتقل، هتتبلور حول نفسها، هتتفتت، هتنهار في النهاية. إذن تسرب المياه يعني تفاعلات ضارة، يعني انهيار للعنصر الخرساني مع الوقت. لذا كان من الواجب عزل الحمامات وعزل المطابخ وأي مكان معرض للمياه في شقتك. طيب إيه أفضل عزل الحمام والمطبخ؟ عندك الكثير من مواد العزل، أشهرهم عزل شرائح الممبرين أو الأنسومات إيه اللي قدام حضرتك في الصورة، كمان العزل الأسمنتي بالمادة الشهيرة سيكا 107. بتفضل إيه يا باشمهندس؟ أنا بفضل العزل بشرائح الممبرين، حتى إذا تعرض العنصر لأي تشرخات أو أي صدمات لن يؤثر سريعا في شرائح الممبرين فتدوم فترة أطول.